مرحبا متابعي المربد، اليوم حضرنا بافتتاح مطعم مستر فروج في البصرة. هذا الاسم الوحيد اللي موجود في البصرة وفي العراق حسب ما عرفت من أستاذ زهير. أكيد معلومات عن هذا المطعم والإضافات وشنو المميز بافتتاح مطعم مستر فروج من خلال أستاذ زهير. السلام عليكم ومبارك السلام. إن شاء الله بارك لك، الله يخليك ويسلمك. الله يسلمك حبيبي. نتحدث عن مستر فروج، نبدأ من الاسم، من اختار هذا الاسم وهل هو الوحيد فعلا في العراق؟ مستر فروج هو الوحيد بالعراق وحصرا في البصرة، بلشنا إن شاء الله. مستر فروج يتضمن فاست فود اللي هو فروج على الفحم، زائدا عندنا سندويشات على الفحم طريقة خاصة، يعني مقبلات وهاي الأمور، ويتضمنها كادر لبناني. احنا نتميز بالنكهة وبالبهارات اللي راح ان شاء الله تشوفوها. يعني تعرف هي المطاعم كثيرة اللي موجودة في البصرة، لكن مثل ما ذكرت هناك خلطة خاصة بمستر فروج حتى يميز طعمها. بالضبط هي هاي الفكرة. يعني ما راح تقول الخامس طبعا. ايوه احنا همينا ان شاء الله، يعني حتى بالنسبه للاسعار المنيو مالتنا اسعار تنافسيه ان شاء الله راح تكون، يعني بامكان العائله العراقيه تتواجد. تتواجد اكيد تقدر، كل فرد يقدر، يعني يقدر يدخل هذا المكان، لان اسعارنا كلش تنافسيه ومناسبه جدا. هاي الصالة تعتبر هي العوائل والجو للشباب. صالة عوائل وجو للشباب. نعم. أخ زهير، عجبني بصراحة الديزاين الديكور، من هو صاحب البصمة؟ يعني فكرة والله هي فكرتي. دائما الديكور يعني من يكون أكثر يعني أوفر يصير، فإحنا اختارينا يعني فتشي اختصار جو لبناني على جو عراقي، يعني هاي أوقات الدوام بس نذكر بساعة بساعة. إحنا إن شاء الله نفتح من الساعة 10 صباحا ولغاية 1 والديليفري تبع ألو ريد. أكيد ديليفري موجود، وشركات الديليفري كلها موجودة، وديليفري حصرا للمطعم هم موجود. أنا عرفت من أخ مصطفى إنه طرش المذاق راح يكون موجود، لهم بصمة خاصة. أكيد طبعا هذا في شيء خاص بمستر فروج حصرا، يعني ما موجود بأي مكان. يعني من يجي المطعم مستر فروج يلقى طرش المذاق هم خاص. طبعا في شيء مختلف تماما. إذا بالتوفيق أخ زهير، وأي معلومة تحب توفرها أو توصلها بخصوص المطعم، وهل هناك فرع آخر راح يكون في البصرة مستقبلا إن شاء الله؟ توفيق للجميع إن شاء الله. تسلم. إن شاء الله بإذن الله إحنا انطلاقة من البصرة إن شاء الله للشمال نوصل إن شاء الله. كل التوفيق، شكرا جزيلا. شكرا تسلم حبيبي. أبو مصطفى طبعا غني عن التعريف، صاحب البصمة الواضحة من خلال طرش المذاق في عموم البصرة بفروعه الكثيرة. حياك الله من خلال المربد. عليكم السلام. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. ربي يحفظك يا الله يسلمك. الله يحفظك. جزاك الله خير على اللقاء هذا إن شاء الله. بالنسبة للمطعم مستر فروج إن شاء الله أول مطعم راح يكون بالبصرة، وافتتاحية سنة جديدة إن شاء الله للسنة العام هذا الجديد لـ 24. فالمطعم فكرة أنه مستر فروج الكادر أصلاً لبناني، والنكهة النكهة اللبنانية البحتة يعني خلينا نقول عليها. فللسنة الجديدة هذا الموسم إن شاء الله راح يشوفون في الطعم خاص على مستر فروج. وايضا عرفتك وفروع اخرى ان شاء الله تنطلق بعدين ان شاء الله بالتوفيق من رب العالمين. ان شاء الله عندنا فروع اخرى يعني راح تكون على مستوى المحافظات البقيه. ان كان يعني الطعم جوده وهذه هي المواطن هو اللي راح يقرر هذا، ان شاء الله الفروع راح تنفتح باذن الله. اول فرع اللي يم المذاق يعني في الجزائر، بالفرع القرب الفرع الاول من المذاق. المواطن البصري يندل هاي الاماكن اكيد كل المكانات هذه، وفرعنا اللي هو يعني معروف. أيوة. اول فرع بالجزائر راح يكون قريب منه يعني بالجانب اللي مسايد له. وشي اللي جاب انه في مستر فروج اكو بارك موجود؟ طبعا اكيد. أيوة. بارك مصفر، راح كل السيارات اللي توقف بالسمه راح تدخل بالبارك، يعني ماكو معوقات بالنسبه للوقوف. نعم. اذا دعمك للشباب شلون نشوفه بخبرتك؟ والله ان شاء الله خير وبركه ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق ومبارك لكم مره ثانيه. الله يحفظك ابو مصطفى. ممنون على اللقاء وياك. نلتقي به مصطفى صاحب البصمه الجميله في طرش المذاق. مرحبا. اهلا وسهلا. نورتونا حبيبي استاذ. مبارك لكم افتتاح مستر فروج الاسم الاول في البصره وفي العراق. حبيبي نورتونا. اهلا وسهلا بكم. احنا تحدثنا مع الاخ زهير ومع ابو مصطفى والد حضرتك.
بالعموم مستر فروج، لكن نتحدث عن سر الخلطة اللي راح تكون موجودة في طرش المذاق في مستر فروج. بعد انت تعرف احنا جماعة طرش المذاق الحمد لله، وطرش مالتنا معروف، فأكيد عندنا خلطات خاصة بينا وان شاء الله راح تعجبكم، راح تجرب اليوم وتعجبك اكيد. يعني هاي الخلطه راح تكون خاصه الى مستر فروج، تنزل من خلال الماء. تنكون صريحين، هي البهارات هسه اللي احنا مستخدميها كلها من الكويت، فشي يعني خاص ومرتب كلش، وان شاء الله راح تشوفها اليوم. اخ زهير يقول لي ديكور كان الراي مشترك ديكور دمرنا، طبعا شكر خاص لشركه بلا حدود اللي هم شغلونا الديكور. لكن الفكره من عندكم؟ هي اكيد الفكره كلها من عندنا. انتم كشباب الافكار او طاقات الشبابيه دائما تبحثون عن الجديد بالديزاين. طبعا يعني انا عندي 5 فروع مطر شي مذاق، والفرع السادس بعد 10 ايام ببغداد، وان شاء الله هالمطعم كذلك نفس الشيء ان شاء الله. طيب ما يخص مستر فروج، يعني انا عرفت ايضا هو الكادر اللبناني، الكادر كله لبناني وسوري، مطعم كلهم. نوصف المكان هذا وين؟ مكان موجود مستر فروج، مكان حي عمان مقابل مطعم ابو حسن. شركات التوصيل كل شركات موجوده، توترز وعافيات وطلبات وكل التطبيقات موجودين بها ان شاء الله. وبالنسبه للطرش هنا شيء مختلف عن المطاعم كلها اكيد ان شاء الله، يعني شيء مميز راح اخليه بالمطعم. علاء خليل. علاء من لبنان ان شاء الله؟ سوري حبيبي. من سوري، اهلا وسهلا بك. انت مسؤول على الفروج وشو و... نعم مرتبط؟ ايه الحمد لله. نعم هنا اكيد بصمه خاصه وخلطه خاصه بشو الفروج. لكن مزبوط حبيبي. نعم. كل شيء له بصمه. هذا شو يسمى، شو نسمي هذا الشوي؟ هذا مسحر حبيبي. مسحر. هذا مسحر. اي. بعد شو انواع؟ سلفي الفروج. اي. كامل. وفي وجبة الدايت. وجبة الدايت؟ اي. والطاووق الدكي. طاووق الدكي والمسحر ووجبة الدايت وبعد. وبعد. فإن الريزو. الريزو ايه. الريزو. والمقبلات. يلا ان شاء الله اتمنى لك الموفقية والنجاح. شكرا. حبيبي الله يخليك. انا عرفت انت مسؤول عن المقبلات. ان شاء الله شو نشوف مستر فروج والمقبلات اكيد؟ والله مستقبل رائع. مقبلاتك لها بصمه؟ اكيد لك. ذكرنا بانواع المقبلات. في عندنا تبوله، متبل، حمص، فتوش. هاي في طعم خاص الى مستر فروج؟ اكيد يعني. اكيد طعمه يختلف عن باقي المطاعم. خاص بمطعم فروج مستر فروج ان شاء الله. طيب بعدك اضافات المقبلات بالمقبل من الايام ان شاء الله؟ ان شاء الله. اذا عفوك انت اكيد يعني في عمل. شكرا لك، طيب الاقامه في البصره. اهلا وسهلا، شرفتونا. ايضا نلتقي صديق وصاحب البصمة الجميلة والإطلالات الجميلة من خلال توثيقه للأماكن الإيجابية في البصرة، قاسم الخالدي. حياك الله من خالد نربل أستاذ. طيب الله يحفظك، ربي يسلمك ويخليك. هذا ديزاين جميل. الله يسلمك، طال عمرك هاي الشارع احتس بيها. الله يخليك. موجود في كل محفل نشاهدك، يعني توثق الأشياء الإيجابية. فاليوم افتتاح مستر فروج في البصرة، أنا أول شيء أحب أبارك أستاذ مصطفى على هذا الافتتاح. طبعا هو إنسان ناجح، هو شاب كبرنا ما شاء الله، وعنده 5. كبرك مو كبر. كبر انا. اي كشاب كبرنا، انت هم شاب ان شاء الله. الله يحفظك. طبعا استاذ مصطفى عنده وكالة مذاق، وكالة مذاق الطرشي. الله وفقه وما شاء الله عنده 5 وكالات. فهسه احنا نطالبه كشباب مثل ما اليوم فتح وكالة مستر فروج، وكالة الاولى، نتمنى من عنده يفتح بالزبير. نتمنى من عنده يفتح مستر فروج فرع ثالث ورابع. هو انسان ناجح ما شاء الله عليه، فاتمنى التوفيق له ويستاهل كل الخير ان شاء الله. الموفقين للجميع. الطاقه الشبابيه شو نشوفها كشباب؟ والله اليوم قاعد نشوف الشباب ما شاء الله عليهم، يعني تلقاه هو مالت 2000 قاعد يجيب وكالات، خلق فرص عمل الى اي قاعد يخلق. هو شاب بحده يجيب وكالات حلوه قاعد ينجحها بيده، فاتمنى التوفيق لهم كلهم ان شاء الله. التوفيق للجميع. شكرا قاسم الخالدي. هذا استاذ الطيب. الله يحفظك. مهدي عبد الكريم. مهدي عبد الكريم ابو من؟ ابو عبد الله. ابو عبد الله عائلتك الله يحفظهم اللي خلفه؟ نعم عائلتي ما شاء الله. والله مطعم من المطاعم الديزاين مرتب وراقي، ومن اسمه يعني هو مستر فروج، حبينا اليوم نجربه وجينا احنا والعائله حضرنا بيه، ونتمنى هيك افتتاح مكانات حلوه ترفيهيه العوائل البصريه، وتكون مكانات مرتبه وحلوه. طبيعتك يعني. تحب الدجاج؟ والله من عشاق الدجاج اكيد. الف عافيه ان شاء الله مقدمه. شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ.